السلام عليكم. ان شاء الله هسه راح نبلش بشرح تشابتر 12 للتكمله، اللي هو نحسب عدد البولتس. عدد البولتس اللي ما شوف عندي كمان، هون بحاجه، هل انا بحاجه بولتس كمان ولا لا؟ طيب نقرا المساله. هاو ماني 3 على 4 انش بولتس، يعني الديميتر للبولتس هي 3 على 4 انش. A 325 بولتس in standard size with holes threaded excluded from تشير بلين. معناته أنا عندي ال FNV زي السؤال السابق اللي هي 68 KSI. طيب شو بيحكي لي؟ بيقول لي use FU 58 assume the edge distance to be 2 and the center to the center spacing of the holes is 3. طيب وخذ الديفورميشن بالاعتبار. ال BA 230 ما بدنا إياها لأنه إحنا ما نشتغل على اللاو بالميثود، نشتغل على الرافدي ميثود اللي هي 345 بالتمت. أكيد لأنه ديزاين هذا الديزاين، فأنا لازم يكون معي اللود عشان أقسم على المقاومة، أو المقاومة اللود على المقاومة اللي يعطيني إيش عدد البراغي. طيب المقاومة على اللود، اللود على المقاومة 5BN تساوي كذا 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 في عدد البراغي. فبناخذ المقاومة اللي هي راح تكون 345 مقسوم على الرقم هذا. طيب يعني مش راح نفوت التفاصيل هاي من العجقة. طيب أول شيء في معلومات بالمسألة مش لازم كنا نعطيك إياها بالنص، مثل الإج ديستانس. هو راسم لي بالرسمة الإج ديستانس 2 والسبيسنج 3، هيا 3. فأنا من الرسمة ما في داعي أقرأ النص، يلا هسا شو بده يصير عنا؟ اللي بصير عنا بدنا نحل، نيجي نحل. يلا ييلدينج، يلا خلنا نشوف شو بده تواجهنا مشاكل. ييلدينج 5BN هي 0.9 في اريا جروس. اوكي اريا جروس، شوف عندي هون، انا عندي هون بليت 3 على 4 سماكتها وبليتين سماكتهم نص. طب كم طول البليت؟ او يعني كم مساحه البليت هاي وكم مساحه البليت هاي؟ مش معي الطول، معناته الاريا جروس ليست معي. طيب في اف واي، اف واي معي برضه مش معي، معناته انا ما بقدر احسب ييلدينج. ولكن لو كان معي معلومات بقدر احسب ييلدينج. طيب شو اخذ اريا جروس؟ بقول لك يا عمي تعال بتحسب سماكتي، هذول السماكتين او هاي البليت كم مساحتها وهاي البليت كم مساحتها وبتجمعهم، ونفرض مساحتهم 5 وهاي طلعت مساحتها 4.5، باخذ المساحه هاي. فلازم اجمع 5 و5، يعني هاي مساحتها 2.5 وهي مساحتها 2.5، هيك القصد. طيب هسه الرابتشر، الرابتشر اليو واحد مش مختلفين لانه بليتات. طيب الارينت، طب عدد البراغي مش معي، تقول لي طب ما هذول اثنين، بقول لك لا عمي تعال هسه هاي بدي اشوفها من فوق البليت وهي البليت اللي جنبها مثلا، او انا بشوفهم تحت بعض، راح احكي انا عندي هون صف انه هاي هيك التنشن، فانا عندي هذا البرغي اللي هو هذا وعندي هذا البرغي اللي هو هذا. طيب شو مدريني؟ احنا هون برغيين. طب افرض طلع معي مطلوب مني 4 براغي، بضطر احط 2 هون، ممكن اضطر ازيد هون وازيد هون. فانا بفرق معي الحل، بفرق معي كم لاينز من البراغي، هو ما حدد لي لاينز من البراغي، فبالتالي برضه ان مش معي، معناته ما بقدر احسب الرابتشر. طيب فشو صفوا عندي؟ ولا بلوك شير. طب شو صفوا عندي؟ صف ما عندي الشير والبيرنج تون كونكشن. فهيك بدك تفكر بالامتحان. يلا نبلش بالشير، الشير اسهل شيء لانه اف ان في 68. هسه احنا لما نيجي نحل، احنا اصلا ما معنا عدد البراغي، يعني هل اخذهم 2 ولا اخذهم 10 ولا اخذهم 3 ولا اخذهم 1 ولا كيف؟ بقول لك اسهل طريقه، خذ برغي واحد، اعتبر انه عندك الفشل برغي واحد. طب افرض انا اخذت البرغيين، بقول لك عادي تعتبر نمبر اوف بولتس او مقاومه هاي لبرغيين، ولكن احنا بنحسب عشان الاصح بنحسب المقاومه لبرغي واحد وبس. فبالتالي بحكي لك يلا شو الفاي ار ان؟ عندي 0.75 ضرب مساحه البراغي 0.44، هاي لكل برغي. طبعا كم برغي عندي؟ عندي واحد مش اثنين، هاي بس رسمة توضيحية مشان السبيسنج. طيب انا قصدي الفشل عندي سنجل شير ولا دبل شير؟ انا هون مش ضارب عدد البراغي، عدد البراغي واحد ها، والاف اف يو اي الاف ان في 68، بس انا في عندي شغلة هاي دبل شير، هاي دبل شير. فبالتالي شو بدي اسوي؟ كيف عرفت انه دبل شير؟ هاي كسر وهاي كسر، معناها انا بدي اضرب باثنين، بدي اضرب باثنين لانه ايش؟ دبل شير. تمام بحسبها 0.75 ضرب 0.44 ضرب 68 ضرب 2 44.88، هاي المقاومة الأولى، هاي المقاومة الأولى. طيب المقاومة الثانية اللي هي البيرنج، ها
نجي مع بعض، هي 44.88 البيرنج. انا عندي اتفقنا نطلع بخصوص الايدج ديستنس، بدنا نجيب ال سي، ال سي هي القيمه الاقل بين قيمتين. السبيسنج كم عندي؟ 3. ديميتر الهولز، ديميتر الهولز هي ديميتر البولز اللي هي 3 على 4 زائد 1 على 8 واللي هي تساوي 7 على 8. فاما بقول السبيسنج ناقص 7 على 8 او بقول الايدج ديستنس ناقص 7 على 8 على 2 اللي هي نص الايدج، نص الهولز. ركز انه هولز وليس بولت. والثانية تطلع عندي 1.5625. فبالتالي باخذ القيمة الأقل. طيب شو السماكة أخذها، نص ولا ثلاثة أربعة؟ بقول لك ركز ركز، أنا عندي بليتين إذا بدأخذ الفشل، عندي تي تساوي نص زائد نص، وعندي تي تساوي 3 على 4. مين الأقل؟ 3 على 4، عندي تي 3 على 4، والدي اللي هي ديميتر البولد اللي هي 3 على 4. تمام، خلص خلصت المسألة. وما اعتبر عندي بالشغل إنه عندي 1 بولت. تقول إيش تو بيرنج؟ 1 بولت، 1 بولت. هيو الليزر اوف 2 ناقص هاي وهاي، طلعت هاي 2.1 وهاي 4.6 نفس جوابي. ار ان هي هاي القيمة، 1.2 هيها، ال سي هيها، التي 3 على 4 زي ما قلت، اف يو 58. طب الثاني 2.4 في الدي، في التي في 58 طلع 78. هسه والشيرنج 59 اقل شيء طلع عندي تبع الشير، فبالتالي النمبر اوف بولتس هو بي التيميت على فاي ار ان اللي هي 345 بالمساله على 44.8. فانا بحاجه 7.7 برغي، ما عندي 7.7 برغي، انا بحاجه 8 براغي من وسط قطرهم القده من النوع ها. طيب في عندي ملاحظه مهمه، بيقول لي when cover plates are bolted to the flange of W section the bolts must carry longitudinal shear on the plane between the plates with reference كذا كذا. فبقول لي هون، بقول لي the unit longitudinal shearing stress to be resisted become for cover plate can be determined with the expression VQ على IB اللي هو القانون خدناه مادة الـ strength of material اللي هو الشير strength للبيم. فبالتالي إذا بدي الشير فلو لـ 1 إنش، يعني دي أعتبر أنه البي 1 إنش، يعني دي أحسب بما معناه spacing لبراغي، بدي أحسب spacing لبراغي، لازم أخذ القانون شير فلو اللي هو VQ على I. راح نعرف شو الكيو، نعرف شو الفي، نعرف شو الآي. وهون شو بيقول لي؟ بيقول لي إنه السبيسنج، الماكسيمم سبيسنج بتتغير عندي، مش زي ما كانت قبل اللي قلت لكم أنا بقى راح أحكي عنها. الماكسيمم سبيسنج راح تساوي هذا الرقم أو 12 إنش، بأخذ القيمة الأقل فيه. ممنوع تتجاوزهم، ممنوع تتجاوزهم. طيب نحل السؤال هذا، هاي آخر فكرة في التشابتر، وباقي الأفكار راح يكون فيديو لحاله، هي بروبلم منحلها ومنخلص، أو ممكن نحل جزء من البروبلم هسا والبروبلم الصعبة بالفيديو الجاي. At certain section the cover plate on the figure 12.7 the external factor shear هالقد، هاي الفي ألتيمت، الفي اللاوب المبدية، determine the spacing required for 7 على 8 and bearing type connection assume that the bolt thread are excluded from the shear plane. خلاص 325 excluded، فبالتالي FNV تساوي 68 KSI زي قبل شوي. The edge distance to be 3.5 and FY 50 FU 65 deformation of bolt of a bolt holds its design consideration. طيب خلينا نشوف المسألة، في عندي cover plate ل W section، cover plate cover هاي هذا W section وهاي البليت اللي فوقه. أول شغلة تركز عليها، أول شغلة تركز عليها لما نيجي إحنا نحسب أوكي ممتاز، لما نيجي نحسب الييلد، لما نيجي نحسب الرابتشر، لما نيجي نحسب الرابتشر، لما كنا نيجي نحسب الرابتشر هاي بشابتر 3 كان في جزئية ما بعرف إذا أنا شارحها بالفتوحات أو بالدوسية، كان في جزئية بتحكي لنا إنه لازم تكون عندي الاريا نت لا تتجاوز، يعني أقل أو تساوي 0.85 من اريا جروس. هاي في حالة كان اسمها كونكشن، كان اسمها كونكشن بشابتر 3 في جزئية صغيرة، كنا ناخذ بعين الاعتبار إذا عندي بليت على W section كنا ناخذ هاي اللي هي strength of connected element كان. فبالتالي ناخذ بعين الاعتبار لما نيجي نحسب الرابتشر strength، لما نيجي نحسب الشابتر سترينث، الرابتر سترينث لازم ناخذ بالاعتبار القانون هذا.
لازم ناخذ بعين الاعتبار القانون هذا. هاي لما نجي نحسب رابتشر، هسه بهاي المساله، هاي المساله هو بده سبيسنج، فانا ما بعرف بخصوص ال عشان اليو الى اخره، لانه هذا مش مربوط في كل الاماكن، فاريا افكتيف مش معي بشكل صريح. فبالتالي انا ما راح احل رابتشر ويلدنج، راح افوت فقط في الشير والبيرنج فقط. طيب شو بدي اسوي؟ بدي احسب الاريا اللي انا عندي اياها. انا هون عندي برضه هذا السكشن صح، انا هاي البليت 3 4 انش في 16 بليت، 3 4 انش 16 بليت، وهذا دبليو سكشن يعني هو سيمتري. فبالتالي بشتغل على بليت واحده، بشتغل على بليت واحده، ما اشتغل على الثنتين، بشتغل على بليت واحده. طيب يلا فور 1 كفر بليت، قديش مساحة البليت؟ 3 4 ب 16. طيب والاريا للفلانج، فلانج معناها مش اريا فلانج تبعت ال W، لا مقصود فيها هاي كاملة. شو مساحتها؟ بقول لك مساحتها بتساوي مساحة الفلانج اللي هي بي فلانج في تي فلانج، هي 12.5 ضرب 1.15 زائد مساحة البليت، زائد مساحة البليت. طيب فهي طلعت معي 26.38، ما بعرف هذا التشيك صراحة شو وظيفته، سأل الدكتور عنه. طيب هسا مثل ما اتفقنا في عندي أنا شير فلو اللي هو الفاكتور شير بير إنش، شو بدي أسوي؟ شو بدي أسوي؟ احنا اتفقنا إنه في كيو على آي. طيب شو الآي؟ الآي جروس. طيب شو الآي جروس؟ أقول لك تعمي تعال جاي. يلا بنرجع على شابتر 5 اللي بدرس هذا الشابتر آخر شيء بيفرق، بس احنا يعني اللي بده يفهم الجزئية هاي للآي جروس يرجع لشابتر 4 أور شابتر 5، في فيديو بخص المومنت أوف إنيرشيا، في شابتر بخص المومنت أوف إنيرشيا. طيب أنا عندي الشكل هذا مبين عليه متماثل، كيف عرفت؟ البليت اللي تحت نفس البليت اللي فوق، والرول سكشن متماثل، فبالتالي أنا عندي السنترويد راح يكون في المنتصف الشكل. الشكل إذا أنا عندي دي 22.1، هاي من المانيوال، هاي من وين؟ من المانيوال بتيجي اسمها دي، فبزيد عليها سماكة هاي وسماكة هاي، فبالتالي بتكون عندي 22.1 زائد 3/4 × 2 بتطلع معي 23.6. فبالتالي الشكل متماثل، يعني السنترويد تبعه بيكون 23.6 × 2 ويساوي 11.8. طيب الاي جروس بقول لك بتشوف سنتر الشكل كامل، هذا سنتر الشكل الكامل اللي هو الاكس بار. هسه سنتر الدبليو سكشن وين؟ راح يكون لحسن الحظ على سنتر الهاي، فبالتالي الاي راح يساوي الاي تبعت الاي جروس ثابته 3.630. ليش؟ لانه سنترها على سنتر الشكل كامل. طب لو فرضنا مش على سنتر الشكل كامل، بدي اقول زائد اي دي تربيع، وانا هذا الشيء مش موجود عندي. طيب زائد عندي بليتين، البليت هاي وين سنترها؟ كل سنترها هون. اها طب وين سنتر الشكل كامل؟ هون. ما انت تطبق البرر الاكسس ثيورم، تقول زائد كم بليت عندي متماثلات، مو مثنتين، في كم البليت هاي؟ انا بحسب على الاكس بكعب الواي، راح تكون 16 ضرب السماكي 3/4 تكعيب على 12 زائد اي دي تربيع، كم مساحتها هي؟ مساحة البليت كم؟ 12 زائد 12 في الدي، كم الدي؟ الدي اللي هي المسافة بين تو سنترويد، المسافة بين تو سنترويد اللي هي سنتر الشكل كامل ناقص سنتر هاي اللي هي 3/4 × 2 الكل تربيع، فبحسب الاي جروس اللي هي هيها. هو زاد الزيادة، انا نقصت، انا اخذت الشكل كامل ناقص، المهم بيطلع معي نفس الجواب. طيب حسبت الاي جروس. طيب الكيو، شو الكيو؟ الكيو الكيو هي الفيرست مومنت اوف اريا، الكيو ناخذت في شابتر 6 سترينث، هي الفيرست مومنت اوف اريا، واللي هي عباره عن ايش؟ اللي هي عباره عن الكيو تساوي مجموع واي في اي، مجموع الواي في اي. شو الواي وشو الاي؟ في عندي عده حالات، في عندي عده حالات. لو فرضنا عندي شكل زي هيك، حكيت لك احسب لي الشير ستريس، بس احنا ما راح نفوت بشير ستريس، انا بدي باجي بقول خلص بشرح لك الحاله اللي بدها تجيك هون، بس اشرح لك كل الحالات عشان الاستزاده. بقول لك احسب لي الشير ستريس هون. هسه اول شيء سنتر الشكل هون، دائما خذ القاعده، اذا بدي احسب كيو
ليش؟ لنقطة، نقطة، هاي نقطة فوق السنتر، باخذ المساحة اللي فوق السنتر. يعني انا هاي السنتر عندي صح؟ تقول لي صح. اقول لك بدي احسب الشير سترينث هون، فالكيو باخذ المساحة اللي فوق السنتر، يعني اللي بمساحة فوق النقطة، اسف، كانها فوق السنتر باخذ فوق النقطة. فشو المساحة فوق النقطة؟ ما في مساحة، فالكيو هون تساوي صفر. طيب لو جيت قلت لك احسب لي اياها هون او هون، ما راح يفرق معي، بقول لك النقطة هي فوق السنتر، فباخذ المساحة اللي فوق السنتر واللي هي هاي. هاي المساحة هي بي فلانج في تي فلانج. طيب هاي الاريا، طب شو الواي؟ بقول لك الواي هي المسافة بين سنتر الشكل كامل وسنتر النقطة هاي، اللي هي هاي المسافة، هاي هي واي، اللي هي بدها تكون لو فرضنا هاي دي وهاي بدها تكون دي على 2، راح تكون الواي تساوي دي على 2 ناقص تي فلانج على 2. هاي بالحالة هاي اللي عندي هون. طيب لو فرضت انا بدي النقطة هاي، هاي النقطة على السنتر، فيا باخذ المساحات فوق السنتر يا باخذ المساحات تحت السنتر، باخذ الاسهل، هذا الشكل متماثل، فما راح يفرق معي فوق السنتر ولا تحت السنتر. فشو بده يكون عندي القانون؟ بده يكون عندي الكيو للاولى اللي انا حسبتها قبل شوي زائد كيو للثانيه اللي هي سنتر هاي لهون، هاي واي 2 مثلا، واي واي 1. شو واي 2؟ تكون مساحه هاي الصغيره اللي هي دي على 2 ناقص تي فلانج ضرب تي ويب ضرب واي 2. الواي 2 شو هي تكون؟ اللي هي بدها تكون الارتفاع هذا على 2، ارتفاع هذا على 2. طيب لو فرضت بدي لهاي النقطة، هاي النقطة تحت السنتر، فباخذ المساحة اللي تحت السنتر اللي هي ايش؟ اللي تحت النقطة اللي هي هاي. فأنا هاي النقطة تحت السنتر باخذ النقطة اللي تحت السنتر. طيب هاي الحالة الأولى. هسا في حالة لو كان مشبوك السكشن براغي، ها زي هيك اللي هي الحالة اللي عندنا بالامتحان، وكانت عندي براغي زي هيك، براغي زي هيك، هذول براغي فوق السنتر، تالي لما اشيل البرغي رح تنفصل القطعة معي هاي. طيب لو فرضنا هذا الشكل وعندي هاي البليت وعندي براغي، مين رح ينفصل؟ رح تنفصل القطعة اللي فوق، فبدأخذ كيو للقطعة اللي فوق. طب شو كيو تكون؟ اللي هي زي الاكزامبل عندنا هون، زي الاكزامبل عندنا هون. طيب يلا، فأنا عندي هاي البليت مساحتها 3 4 ضرب 16. شو السنتر؟ شو المسافة بين السنترين؟ هي 11.8 ناقص سنترها اللي هي 0.75 على 2. بس هاي هي كيو، هاي هي كيو، 11.8 ناقص 0.75 على 2 واللي هي 11.425، هاي هي كيو، هاي المسافة هاي. فبالتالي كم حسب للفي ألتيميت 275 بالسؤال، الكيو هيها والآي هيها، طلعت معي كم؟ 5.578 كيبس بير إنش. هسا بدي السبيسنج، بدي الإنش، فبدي إيش؟ بدي قوة بالكيبس. كيف بجيبها؟ من الشير والبيرنج. يلا البيرنج لتو بولز، اعتبر عندي زوجين من البراغي، اعتبر عندي هون إيش؟ زوجين من البراغي. السؤال اللي قبله كان 1 بولز، هون شو اعتبر؟ 2 بولز. طبعا في عندي معلومة مهمة كثير، اللي هون الإج ديستانس مش شرط يعطيني إياها والسبيسنج مش شرط يعطيني إياها. كيف؟ بقولك تعال جاي، هاي البي فلانج، هاي البي فلانج قديش سمكتها مساحتها؟ 12.5. طيب المسافة بين البراغي كم؟ 5.5. فكم الإج ديستانس؟ بدها تكون عندي 12.5 ناقص 5.5 على 2. ليش على 2؟ هي هاي وهاي، تطلع معي 3.5، يعني هاي 3.5 وهاي 3.5، فهي هي الإج ديستانس. بعرف أحسب السبيسنج كم؟ هي 5.5، فالسبيسنج والإج ديستانس معطيات. يلا هو اعتبر إنه عندي إيش؟ 2 بولز، اعتبر أخذ لزوجين، يعني أخذ الاثنين مع بعض، ما أخذ لواحد، ما أخذ لواحد زي السؤال اللي قبله. يلا فال سي أخذ 3.5 ناقص ديميتر هولز على 2 اللي تبعت الإج ديستانس، ما أخذ بين الاعتبار الأولى. ليش؟ إنه هذيك 5.5 ناقص 1 على 2 ناقص 1، 5.5 ناقص 1 4.5، أما 3.5 ناقص نص ساوي 3، أخذ القيمة الأقل. يلا السماكة، إيش أخذ السماكة؟ أخذ سماكة البليت تنفصلت الأقل، يعني هون التي فلانج قديش؟ 1.1، وهذه كم؟ 75، أكيد أخذ 75 السماكة اللي بدها تنكسر. فعندي أنا 1.2 ال سي التي هون 2، ليش؟ وعدد البراغي، عدد البراغي أخذ الاثنين هون، لو أخذت لواحد نفس الجواب ما فرق معي. هاي 2 و
واحد ثلاث ثلاث أربعة خمسة ستين، ونفس الشيء الدي تي كذا 204. مين القيمة الأقل؟ هاي أقل، بحسب للشيرنج، الشيرنج area بوينت ستة، فأخذ بوينت سبعة خمسة في 81.6، 81.6 وين حسبها هاي؟ موجب 81.6. أوكي، اللي هي شو اسمه عدد البراغي هي اثنين ضرب مساحة البراغي الواحد 1.6 ضرب ضرب اف ان في اللي هي 68، هي 81.6. نركز اثنين لأنه أخذ اثنين، طبعا سنجل ولا دبل؟ واضح إنه سنجل، واضح إنه سنجل. طيب أخذها 81.6، 61.2، مين أقل قيمة؟ 61.2 قسمها على الشير فلو طلعت 110.97 إنش، هاي السبيسينج. طيب تشيك الماكس سبيسينج، الماكس سبيسينج طلعت 13 أو 12، طبعا طلعت 110، فإيش؟ فهي أقل من الماكس، أس أقل من أس ماكس، فبالتالي أوكي. طيب هسا نركز على شغلة واحدة، نعمل تقريب للسبيسينج، هل أقربها ل 11 أو 10 أو 10.5؟ هسا 10.5 مقبول، 11 غلط، إحنا بنحكي سبيسينج، بس السبيسينج كل ما كبرها كل ما قلت الحديد أو قلت الهاي، إحنا بنحاول نقلل السبيسينج قد ما نقدر، بالتالي بدأخذ السبيسينج كم؟ 10 أو 10.5، فشو أخذها هو؟ 10، أخذها إيش؟ 10. طيب لهون انتهى الشابتر، هذا الجزء مش داخل، إن شاء الله الفيديو الجاي راح يكون عبارة عن problems، نشرح البروبلمز المهمين، يعني نشرح هاي، مش راح نشرح هذول الأربعة، نشرح واحد منهم، نشرح هاي لأنها دبل شير، يعني هاي بتفرق عن هاي، دبل شير وسنجل شير، هذول نفس السماكة فما في داعي أشرحها، يعني نفس الفكرة، هون سمكتين مختلفات بدي أشرحها، هذا ممكن أشرحه، ممكن مش أكيد، هذا لازم أشرحه، سؤال مكرر. وفهمك كفاية وبس، وهاي بتشرح، لا مش هاي، هاي سهلة نفس اللي درسناه قبل شوي، بس في مسألة اللي هي أما هاي أو هاي، واحدة منهم، واحدة منهم. طيب وهاي بروبلمز بنفس الفكرة، يعني بنحكي عنهم إن شاء الله، بس إن شاء الله الفيديو لهون انتهى، يعطيكم العافية.